مدينة الإسكندرية التاريخية، ونحن نلتقي بأبنائها اليوم في هذا اللقاء ونعلن فيه عن بدء تدشين مقر طيار الاستقلال بمحافظة الإسكندرية. في هذه المناسبة التي نعلن فيها عن بدء تاريخ نضالي جديد على أرض مدينة الكفاح، هذه المدينة التي سطرت بحروف من نور في تاريخ مصر القديم والحديث، كما كانت مصر من قبل تواجه حربا ضروسا ضد الاستعمار والغزوات، كانت الإسكندرية وهذا قدرها أن تكون في مقدمة الصفوف في مواجهة كل من أراد بمصر سوء. كانت الإسكندرية وأهالي الإسكندرية هم أول جنود بواسل للحفاظ على هذا البلد مصر. تحية مخلصة من قلوب تيار الاستقلال والقادة الذين جاءوا اليوم إلى مدينة الإسكندرية، تحية مخلصة إلى أهالي محافظة الإسكندرية. وبهذه المناسبة نعلن لحضراتكم اليوم أننا في يوم الجمعة 14 مارس 2014 قررنا بدء العمل بتيار الاستقلال في إطار منظومة كاملة داخل محافظة الإسكندرية لكي يطلع بمهامه ودوره الوطني في حفظ مصر والحفاظ على أمن واستقرار مصر ورعاية المصريين والحفاظ على مقدرات ثورة الشعب المصري في 30 يونيو المجيدة. وبهذه المناسبة أيضا نحن نذكر حضراتكم أن المصريون ما زالوا على خط الكفاح والنضال، وما زالت مصر تحتاج إلى أبنائها المخلصين، ما زالت مصر في حاجة إلى التوحد وإلى مواجهة شق الصف وإلى الصمود في مواجهة كثير من المؤامرات الخارجية. في هذه المناسبة نذكر حضراتكم جميعا أننا في مخاض صعب وفي اختبار صعب للدولة المصرية بعد أن حقق الشعب العظيم في 30 يونيو هذه الثورة المجيدة. أصبح عليه تحدي كبير وهو أن يعبر بمصر إلى بر الأمان وأن يحقق ويجني ثمار هذه الثورة وأن يواجه كافة المحاولات والتحديات التي تواجه مصر الآن. لا شك أن تيار الاستقلال عليه عبئاً كبيراً، ولا شك أن أبناء الإسكندرية هذه المحافظة العريقة بانضمامهم إلى هذه المنظومة سوف يشكلون دعماً قوياً ومؤثراً في مسير التيار الاستقلال في مصر إن شاء الله. من هنا نعاهد الله أن نكون عند مستوى الظن بنا وعند حسن ظن أهل الإسكندرية بنا، وأن نكون عند حسن ظن الشعب المصري بتيار الاستقلال الذي يريد لمصر استقلالا تاما، استقلالا عن كل ما يؤثر على حياد الشعب المصري وعلى حرياته وعلى حقوقه. نعم، نحن اليوم من هذا اللقاء الهام نعلن أننا قررنا أن تكون الإسكندرية هي أول مدينة نتحدث منها ونخاطب فيها أبناء الشعب المصري بعد جولة طويلة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ثم عدد من الدول الأوروبية التي ما زال الموقف فيها يشكل تحديا للإرادة المصرية وتحديا للثورة المصرية في 30 يونيو.
ولكن باختصار شديد نحن في هذه الجولة، وكان معنا عدد من المخلصين لهذا البلد، وبناء على دعوة من الأمم المتحدة بجنيف فوجئنا أن هناك من يحاول أن يظهر ثورة مصر، ما زالوا يحاولون حتى اليوم ثورة مصر العظيمة في 30 يونيو على أنها انقلاب وما شابه ذلك. فوجئنا أنهم يحاولون طمس الحقائق. فوجئنا من يروج بأن جماعة الإخوان جماعة مظلومة، وأنها جماعة تدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. لقد أضحكنا وأبكانا هذا المعنى حينما وجدنا أن دولا أوروبية كبيرة تقف وبقوة بجانب هذه الجماعة وتتبنى أفكار هذه الجماعة ومتأثرة بما يروج له هذه الجماعة. فما كان من وفد مصر الذي شكل المجتمع المدني إلا أن واجه هذه المحاولات وعرض الحقائق بقوة وواقعية. نعم، لقد تمكنا ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة أن نعلن على الشاشة الكبرى وقائع أحداث الجرائم الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الجماعة التي اتخذت الإسلام عنوانا لها وهي أبعد ما تكون عن الإسلام. وقد تغير إلى حد كبير رأي الذين شاركوا في الجلسة التي شهدت هذه الوثائق وشهدت عرضاً للجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري من جانب هذه الجماعة. كما قمنا أيضاً بالرد على محاولات التجريح والتشهير لجيش مصر العظيم، وأعلنا أن جيش مصر العظيم انحاز إلى إرادة الشعب المصري ولم ينحاز إلى فصيل ولم ينحاز إلى حاكم ولم ينحاز إلى سلطة. كان الأولى والأحرى به لو كان يريد مصالح كان الجيش المصري أن يلجأ وينحاز إلى مرسي المخلوع في هذا الوقت، ولكن اختار المصريين والشعب المصري لكي يعلي من شأن الإرادة المصرية. نعم، عاش جيش بلادي وعاشت مصر حرة مستقلة ومستقرة إن شاء الله. لقد علم الغرب الكثير من خلال هذه الزيارة، إلا أننا فوجئنا أيضا بأن هناك من يحاول أن يحشد من بعض الدول الأوروبية عددا قليلا، ولكنهم يحملون المال، يحملون مالا قطريا وتركيا من أجل أن يشوهوا الحقائق أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف. فما كان من الجالية المصرية بجنيف المصريين الحق إلا أن تركوا أعمالهم وجاءوا للدفاع عن مصر وإظهار حقيقة هؤلاء أنهم مأجورين وأنهم لا ينتمون إلى تراب مصر. وهنا وجدنا أن علينا جميعا دورا هاما، دورا في إظهار الحقائق أمام الرأي العام العالمي. نحن نرتكب في حق مصر، نحن نرتكب في حق مصر الكثير حينما نتحدث مع أنفسنا هنا في غرف مغلقة ولا نعرض الحقائق جلية أمام الرأي العام في الغرب. لقد تأثر الرأي العام بعد جنيف إلى الرأي العام داخل ألمانيا الاتحادية، وهي من أكبر الدول الداعمة للإخوان الإرهابية. نعم، لقد تغير الموقف لدى الجالية العربية والمصرية في ميونخ وبرلين وفرانكفورت وشتوتغارت. عدد من الولايات الألمانية رأت أن هناك ضرورة لإعادة النظر، أن هناك إعادة للموقف بعد أن ظهر لهم أن الإخوان يروجون للأكاذيب والإشاعات، ومحاولة منهم في تشويه صورة مصر الآن وصورة الشعب المصري. لذلك أخذنا على عاتقنا وتحملنا في المرحلة القادمة إن شاء الله، وسوف نعمل جاهدين على تحمل هذه المسؤولية، في أن يتحمل قادة تيار الاستقلال وأبناء تيار الاستقلال في كل مكان قيمة ما قد تحتاجه هذه الدبلوماسية الشعبية لزيارة عدد كبير من الدول الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. وقد قررنا زيارة هولندا وانجلترا
أيضا السويد، وهذه الدول هي أكبر الدول الداعمة لجماعة الإخوان الآن، من أجل أن نرد على هؤلاء ونؤكد أن المصريين يعانون اليوم من جرائم الإخوان ومن إرهاب الإخوان ومن وحشية وعنف الإخوان. هذا وجدناه واجبا على كل مصري، ونحن من هنا نوجه الرسالة إلى كل مصري يقيم خارج مصر لكي يكون محاميا عن مصر، لكي يزود عن مصر ويدافع عنها ضد الادعاءات المغرضة التي يحاول بعض المنتمين إلى هذه الجماعة ومؤيديها أن يروجوا لها بالإشاعات والأباطيل. كل مصري شريف وطني يعيش خارج مصر عليه واجب وطنيا أن يعلن الحقائق كاملة، أن يدافع عن مصر ضد التشويه وضد طمس هوية المصريين وضد وطنية المصريين. على كل مصري يقيم خارج البلاد أن يكون سفيرا لبلاده ضد هذه التحديات وضد الأعداء الجدد لمصر، وهم جماعة الإخوان الإرهابية. نعم، من هنا نرسل برسالة إلى العالم كله ونقول أن الشعب المصري في مجمله وغالبيته الساحقة قد اختارت الحق وقد اختارت الإرادة، ولم تنحاز ولم تخضع إلى شخص السيسي، بل كانت على قناعة بأن جيش مصر العظيم وقائده انحازوا إلى إرادته وقدموا له كل ما يستطيعوا. ولذلك كان شعب مصر عظيم وأصيل كعادته، ليس فقط أنه يرد الجميل، ولكنه يؤكد على أن الشعب المصري حينما يصف في ابنا وطنيا فإنه يعلق آماله وطموحاته كاملة على هذا الرجل، على هذا القائد. لذلك نحن نشفق بالمشير عبد الفتاح السيسي، نشفق عليه ونقول أعانك الله على هذه الثقة، ونقول له أيضا أعانك الله على هذه المنافسة. ليس الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بمثابة جائزة أو تكريما أو تقديرا، ولكنه اختبارا صعبا، ولكنه تحديا خطيرا، لأنك ستتحمل مسؤولية مصر أمام التاريخ وأمام الله أولا وأمام شعب مصر العظيم. لذلك دعمك الله وساندك إن شاء الله، وخلفك شعب مصر لكي تقول كلمة الحق، ولكي تنصف المظلومين من أبناء هذا الشعب، ولكي تعمل على تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة المصرية. من هنا أيضا نؤكد أننا في هذا اللقاء سوف نكون أكثر دقة، لن نكون منحازين لشخص السيسي لمجرد أننا نريد السيسي رئيسا، ولكننا نعلق على السيسي آمالا أن يحققها لأبناء هذا الشعب، أن يحقق مطالب شعب مصر، أن يحقق المطالب التي طال انتظارها، أن يعمل جاهدا على دعم مصر ديمقراطيا، أن يقف بقوة خلف مصر أمام التحديات والمؤامرات القادمة. نعم، لقد لمسنا أن هناك تحديات قادمة من عدد من الدول التي تتربص بهذا البلد الآمن. هذه الدول لا يرضيها أن تعيش مصر آمنة، لا يرضيها أن يكون جيش مصر قويا مستقلا موحدا، لا يرضيها أن يكون الشعب المصري خلف قيادته، لا يرضيها أن يكون الشعب المصري رافعا عزته وكرامته حتى لو كان على حساب معيشته، أو حتى لو كان على حساب مستوى صحته ومستوى معيشته الأسرية. كان المصريون بالفعل عند مستوى حسن الظن بهم حينما رفعوا راية الكرامة تحت كل الظروف القاسية التي مروا بها منذ 25 يناير وقبل 25 يناير. كان المصريين أكثر إصرارا على رفع راية العزة والكرامة والنصرة. عاش شعب مصر العظيم، وحفظ الله مصر وحفظكم جميعا لمصر إن شاء الله. وندعو الله من هنا أن يكون تيار الاستقلال في المرحلة القادمة داعما لمطالب شعب الإسكندرية، داعما لكل آمال وطموحات هذا الشعب الذي يرفع راية مصر خفاقة عالية. أيضا من هنا نؤكد أننا خلال المرحلة القادمة سوف نعمل جاهدين
على أن نتبنى المرشحين الوطنيين المخلصين الذين لم يعلق بهم فساد ولم ينتموا إلى أي منظومة فساد، المرشحين الوطنيين المخلصين دون النظر إلى انتماءاتهم السابقة، ولكن نحن ننظر إلى الشخص وأعماله وسيرته الذاتية. سوف نعمل على أن يكون نائبكم في البرلمان نائبا وطنيا أمينا على مصالحكم حاميا لقضاياكم. لذلك ندعو الله سويا أن يوفقنا في هذه الرسالة وأن نؤدي هذه الأمانة خير أداء، وأن يجعل الأسكندرية خير قوة ودرع وحصن لتيار الاستقلال من أجل استمرار استقلال مصر إن شاء الله واستقلال القرار الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبشكر كل السادة اللي حضروا من القاهرة عشان يدعموا الأسكندرية، وبخص الفنان القدير النجم أحمد ماهر والأستاذ الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، والأستاذ الكاتب الصحفي محمود أفادي مدير تحرير جريدة الجمهورية. وأنا آسف لو هنسى حد من الزملاء، لكن أنا بحييكم جميعا وبقول ادعوا ربنا معايا أن ربنا يوفق شبابنا اللي هنا في اسكندرية أن هم يكونوا خير نواة للتغيير الحقيقي بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. حفظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.